جابكم نيله فيكم في ايامكم السوده، ده انتوا هتشوفوا ايام خضره بعد كده. برأينا نحن حزب الاتحاد الديمقراطي ان مؤتمر الجنيف خطوه ايجابيه بالنسبه للشعب السوري وللقرارات التي يتم اتخاذها بهذا المؤتمر سوف يتأثر على الوضع داخل سوريا بشكل إيجابي. إيه يا شيخ؟ إيه يا شيخ؟ إيه بقى يا شيخ؟ ربنا يهد المفتري. إن رؤينا لهذه المؤتمر من أجل نجاح هذه المؤتمر. لقد حجزت لك ونأمل من جميع الأطراف الذين يشاركون بهذه المؤتمر انضمام هي الكردية العليا إلى هذه المؤتمر. بالنسبة لنا يعني إن الهيئة الكردية العليا الممثل الشرعي السياسي للثورة الشعب الكردي في غرب كردستان. يا عمي أختي طب حد فيكم يكلمها بقى، بلاش أنا أكلمها. ولهذا إن انضمام بعض الشخصيات المستقلين لمؤتمر جنيف لا نعتبر انهم ممثلين عن الشعب الكردي. مش هو المنطق؟ هو المنطق ولا مش هو؟ يا متعلمه بتاعت المدارس هو ولا مش هو؟ ان مشروع الاداره الذاتيه الديمقراطيه هو مشروع من اجل حل جميع المشاكل المتعلقه الان في سوريا وبشكل خاص المناطق الكردية. نحن قمنا بهذا المشروع ليست فقط من أجل المناطق الكردية فقط، إنما نعتبر هذا مشروع الأصح من أجل جميع المشاكل الموجودة الآن ضمن المجتمع السوري. إيه رأيك في اللي سمعته؟ ولهذا نأمل أن لا يفهم بعض الأطراف أن مشروع الإدارة الذاتية هو مشروع فقط للشعب الكردي. ضيعت 10 سنين ولسه هتضيعي كمان 10 سنين. ده عالم صايع يا